لدى استقبال سموه لهيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن قيم التسامح والحرية تسمو في مجتمع كالمجتمع البحريني الذي تستند العلاقات بين أفراده على المحبة والترابط والتأخي. وقال سموه: نعتز بشعور العائلة ولم الشمل فيما بيننا، فالعلاقات الوثيقة بين أهل البحرين أزلية وباقية، وهي ميزت أهل البحرين على مر التاريخ، وأن بحرين الوحدة مستمرة بمواقف شعبها ووعيه ومواقفه المشرفة تجاه وطنه، حيث كان هذا الشعب وسيظل خير سند لقيادته. لافتا سموه إلى أن الحفاظ على النموذج المتطور للحرية مسؤولية تقع على عاتق الجميع، فكل له دوره في هذا الجانب. لافتا سموه إلى المجتمع البحريني المتجذرة في تاريخه والتي تعاقبت عليها الأجيال في احترام التنوع المذهبي والفكري وجعله أحد الدعامات الأساسية لدعم الوحدة الوطنية. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع صباح اليوم الهيئة العامة للمواكب الحسينية ورؤساء المآتم، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء موسم عاشوراء، حيث رفعوا الشكر والتقدير على ما وفرته الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من أجواء لإنجاح موسم عاشوراء. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين قدمت عبر تاريخها قصص نجاح للعالم في الوحدة والتعايش والتلون الفكري والثقافي والديني والمذهبي الذي يدعم تماسك المجتمع ولا يفرقه، منوها سموه بالدور الذي تطلع به دور العبادة ومكانتها الدينية في الحفاظ على وحدة الكلمة بين أفراد المجتمع. وأكد سموه أن حرية ممارسة الشعائر الدينية في مملكة البحرين هي نهج أصيل له مرجعه في ديننا الإسلامي الحنيف ومبادئه السامية. وأثنى سموه على الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية في إحياء المواسم الدينية والعمل على ترسيخ الموروث الثقافي والاجتماعي الذي تميزت به مملكة البحرين. وأكد سموه أن مجتمع البحرين كان وسيظل مجتمعا واحدا ونسيجا واحدا يرتكز على المحبة والتعايش بين جميع أبنائه، وهي القيم التي أرساها الآباء والأجداد وعلينا أن نتمسك بها من أجل صالح الوطن وشعبه. وقال سموه أن شعبا مثل شعب البحرين له جهود كثيرة ومثابرة في تقدم هذا الوطن، وأنه يوما بعد آخر يعطي الدليل على عطائه المستمر. ودعا سموه إلى الحرص على تماسك أبناء الوطن وتعزيز روابط المجتمع كل في موقعه، لأن هدفنا المشترك هو خير المجتمع ككل. وخلال اللقاء أشادت الهيئة العامة للمواكب الحسينية بحرص واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوجيه كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة بأن ينعقد موسم عاشوراء بما يليق بهذه المناسبة من خلال تقديم كافة الخدمات والتسهيلات الحكومية على أكمل وجه ودون أدنى تقصير ومتابعته الشخصية، لأن تسير كل الأمور الخدماتية والأمنية منها على أفضل وجه وتذليل أي تحديات وصعوبات قد تكون عارضة. وأكد أن توجيهات سموه كان لها عظيم الأثر في تميز موسم هذا العام، وحققت انسجاما تاما بفضل الدعم المستمر من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيدين بما تحظى به هذه المناسبة من رعاية من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي نشر دفء المحبة بين الجميع بكل عزم وعمل في تقدم وبناء ورقي هذا الوطن. ونوهت الهيئة بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تبني كل ما من شأنه بث روح التسامح ونبذ الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وقالوا: إننا ما زلنا على العهد باقون، وكلنا محبة وولاء لولي الأمر وحب الوطن، وأننا مستمرون بالأبناء والأحفاد إن شاء الله على هذا المنوال.
تعلو سماتك بين الفضل والحكم أبا علي، فنبع الجود في الشيم، ومن كفوفك فيض ما له أمد، ضمت شعائرنا في واحة الكرم. ماذا نقول وهذه الأرض قد منحت مثل ابن سلمان فد شامخ الهمم. سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بكل فخر واعتزاز يسعدني ويشرفني أن أقف بين يدي سموكم الكريم معبرا عن أسمى آيات الشكر وجزيل التقدير والعرفان، وذلك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوتي أعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية ورؤساء المآتم والمواكب الحسينية. على كل الأوامر والتوجيهات الكريمة التي وجهتموها لجميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات بمناسبة ذكرى استشهاد صبط النبي صلى الله عليه وآله سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام. وهذه ليست بجديدة علينا في مملكة البحرين الحبيبة، ولكنها في هذا العام تميزت بتعاون وانسجام تام بين جميع المؤسسات الرسمية وهيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم والمواكب والأهالي والمقيمين والزوار لإنجاح موسم عاشوراء الحسين عليه السلام. والفضل بعد الله عز وجل لقيادتنا الحكيمة الراعية للجميع. سيدي، عاشت البحرين على الدوام بالتسامح والانسجام وبالتواصل والتكاتف والتعاضد أسرة واحدة تحوطها المحبة ويجللها الإخلاص، وستظل إن شاء الله المملكة بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، قائد نهضتنا وحامل راية التسامح والعزة والكرامة. وبكم يا سيدي، أنت العارف وأنت الحكيم وأنت العضد والسند، وبسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الموقر ولي العهد نائب بكم الوفي الملتف دوما خلف رايتكم حفظ الله البحرين قيادة وشعبا، وأبعد الله عنها كل مكروه وسوء.